طيب بالظبط. احيانا لما بيقع عليكي قرار بتحس انك مظلومه، بيبقى في بقى سكك كده يعني تعرفي ايه من خلالها ترجعي تاني بطرق ما. سمعنا انه اتعرض عليكي جنسيه مختلفه او ربما اسم مختلف وتقدري تلعبي تاني، احكي لنا القصه. الموضوع ازاي؟ 2017 بعد ما طلع لي القرار على طول ان انا توقفت 4 سنين، ده كان شهر واحد 2017. شهر 2 جات لي دعوه من جورجيا ان انا اروح اتمرن هناك وكده. بعدين رحت اتمرنت عادي، وكنت بتمرن اللي هو خلاص كان طبعا فاضل لي سنتين، فاللي هو بتمرن عادي بس مش في دماغي ان انا العب باي حاجه. كنت رايحه شهر بس، بعدين قالوا لي هناك بقى نعمل اقامه، عملت اوريدي اقامه، وقالوا لي بقى ان احنا عايزينك تلعبي معانا وعشان طوكيو 2020 والكلام ده، يعني انه في فرصه انك تتاهلي، ولو انت رجوعك هيبقى قبل 2020 فده هيبقى فرصه كويسه. و بس فساعتها بقى بصراحه يعني انا كنت ما فكرتش ان انا اتجنس بصراحه. انا كنت هناك وكانوا بيعاملوني كويس جدا، رئيس الاتحاد والمدربين واللعيبه كانوا بيعاملوني كويس جدا جدا. بس ما حبيتش ان انا العب باسم تاني غير مصر، يعني انا لعبت كتير باسم مصر وسنين وانا لسه ناشئين يعني في المنتخب. الصور دي ايه يا رضوى؟ دي في بطوله الشارقه؟ دي بطوله الشارقه، دي كانت اللي هي في شهر 11. اوكي. البنت التانيه دي كانت من ارمينيا اللي لعبت معاها فاينل. طب احكي لي دي 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 دورة الالعاب دي زمان بقى، دي قبل ما توقف، دي السبب ان انا توقف ده قبل الوقف. طب هل ده كابتن جورجيا ده المدرب ده كان، لان هما كانوا موجودين في بطولة جورجيا وكانوا يعني مضمين من لعبي اللي هو انت يا ريتك كنت معانا وكيف، هو اتصور معايا في البطولة. بس برضه لعبت الكاراتيه بتاعتنا ومش هتلعب باسم حد تاني ان شاء الله.